ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير تفضلي نورتي بيتنا. مرحبا عمي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم تفضل. مرحبا خالتي. اهلا شرف شرف تفضل. اهلا مهك بنتي سلمي عليهم. مرحبا. شكرا يا حلوه. بكل صراحة كانتا كنت أتمنى أنه يكون عندي بنت وأكيد رح حقق هالأمنية عن قريب كتير. لهيك فكرت ما لازم نأجل شي وجبتهم معي مشان نلاقي حل سريع للولاد. بس اليوم كانوا مشغولين كتير وأنا أصريت يجوا معي لأنه ما بصير نتأخر أكتر، صار لازم نفرح بولادنا. ولهيك هلأ بدي أعرف شو رأيكم، بتحبوا نحدد موعد العرس؟ شو رأيكم؟ مو هلأ. مرت عمي بالأول بدي أحكي معك شوي. لحظة بنتي، شو حبيبتي؟ نحن ما أجينا لحتى ناخدك هلأ، بس القصة أنه حبينا نحدد موعد عرسكم، وكمان فيك تحكي مع مرت عمك بوقت تاني غير هاد لأنه صار لازم نتفق. مرت عمي بترجاكي بدي أحكي معك دقيقتين بس لحالنا. أنا بدي أحكي معك بالأول مهيك، بعدين رح تعملي شو ما بدك، بس في شي مهم لازم تعرفيه. مو هلأ، بعد ما أحكي مع مرت عمي. مهيك بترجاكي فهمي، في شي مهم لازم نحكيه ولحالنا. روحي احكي معه يلا. شو صار لك اجي؟ قوم. انا بنتمي لهون. شبك؟ ما بدي. بعد عني شوي. اذا ما سامحتيني رح موت. انت شو عم تعمل اجي؟ لحتى تسامحيني. خدي اضربيني، انا بستاهل كل هالشي لاني ما بفهم. بترجاك اضربيني، خدي يلا اضربيني اضربيني. انا لازم اتعاقب. ما بيصير قوم. معلش بستاهل حبيبتي. وقف بسرعة. حبيبتي حبيبتي انا لبست هالنظارة الشمسية لانه ما فيني واجهك. وهنيك نحن التقينا اول مرة. صدقيني انا بحب هذا المكان، هو حياتي. كمان نحن التقينا هون مرة تانية. خدي اضربيني بهاد، انا بدي تنتقمي.
بس بترجاكي بترجاكي لا تتركيني، هي أول مرة أنا بغلط فيها معك، وبعدك ما بقى رح أعيدها. ليكي حبيبتي، أنا بعرف مهما حاولت ما رح أقدر لاقي شريكة مثلك، وهلأ حسيت بقيمتك بعد يلي صار، لهيك أنا آسف، أنا عن جد آسف. نسيت إني ما بحب هاي الحفلات وما بلبس هذا اللبس؟ تركني بحالي، بعدين أنت شلون تتعامل معي بهالأسلوب؟ لا حبيبتي لا تحكي هيك، أنتي كل حياتي، ما فيني أعيش من دونك. بس أنت ما شفت شو اللي صار فيني؟ أنت كتير غلطت معي. اسمعيني، أنا عم بعتذر منك، حسيت بغلطي وما قدرت نام أبداً، حتى داني ما زبطتها، صدقيني الغيرة هي السبب الأساسي، وكمان من هاي اللحظة أنا ما بقى رح روح لهيك محلات أبداً. حبيبتي هاي رح تكون آخر مرة، لازم توثقي فيني بقى. أنا أكيد ما رح أقدر أمحي اللي صار، بس أنا بوعدك ما رح أزعجك بقى بكل حياتي. فيكي تعملي شو ما بدك فيني، بس أنتي ما تنسي، ما تنسي حبي إليك، وإذا التغى هذا العرس رح تتشوه صورة العيلتين قدام العالم حبيبتي، وكمان مع الأسف الحفل تبعنا صار وخلص. أنا ما بيهمني شو رح يصير، بس ما رح أقدر أتحمل كل هاد. كمان أنا ما بدي تتشوه صورتك قدام العالم، إذا هلأ التغى عرسك الناس رح يصدقوا الصور يلي انتشرت، ورح ينصدموا أمي وأبي المساكين، بس هنن كبار ورح يتأذوا. لا 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 لا، ما فيني أتحمل. قليلي كيف، كيف بدي أثبت الحقيقة للكل؟ ليكي أنا حضرت هاد اليوم الصبح، جبتلك هذا الخاتم، بترجاكي لازم تلبسي، وأنا بوعدك ما رح أغلط مرة تانية وقلل من قيمتك لو شو ما صار معنا. فيكي تتصرف في وقتها وتضربيني كمان، بس بترجاكي البسي هذا الخاتم، صار إليك، بترجاكي فكري فكري بعيلتك شوي. خدي، ألف مبروك، أنا بوعدك أني رح أعمل كل شي بتطلبيه مني لو شو ما كان، صدقيني. بترجاكي أنت لازم تفكري بمصلحة عيلتك يا مهك، أرجوكي. مو معقول، شو عم تعمل؟ أنا ما بحبك أبداً، وكل شي صار بيناتنا ما تاخديه على محمل الجد. لأنه عندك قصة مع شاب رفض أختك، وبكل جرأة حبيتيه وما فرق معك شي بالمرة. نهال وقفي، انا رح جهز للحفله وبشتري الاغراض وببعت الدعوات للناس، وكمان اخ اخ يا رجني. شكلك كبرتي مانسي، جيبي لها مرهم لكانت رجلي عم توجعها. يلا جاية، هاد نتيجة كل الضغط يلي عم تتحملي. يلا تهني، ايه هون تركي. أنا برأيي لازم نحط خطة للعرس، ايه مثل رانفير وأنوشكا، لأنه هن رتبوا كل شي بالخطبة وبالعرس كمان. نحن رح ننبسط كتير بكل هالتحضيرات. ايه الناس الأغنياء بيستأجروا شخص حتى ينظم لهم حفلة العرس، لأن معهم مصاري زيادة، بس هنن ما بيقدروا قيمة المناسبات، منشان هيك اعتمدوا على حالكم ووزعوا المهام بين بعضكم. مانسي انتي خدي مهيك منشان تتسوق، مهيك روحي مع بنتي وجيبي كل شي ممكن تحتاجي، ماشي؟ يلا.
شو المشكلة؟ أنت قلقانة شي؟ كأنك مو مبسوطة. عادي، هي قلقانة مشان تكاليف العرس ومتوترة مو أكتر من هيك. لا 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 يا روحي، لا ما بدي إياكي تقلقي أبدا. أكيد أنت اشتقتي لأمك وأبوكي، بس أنا بوعدك إنك ما تحسي بغيابهم أبدا. شو ما رح تخلوها تحكي؟ احكي بنتي، شبكك؟